نجار ومارس المهنة منذ عام 1970. وتدرجت بهالمهنة لحتى ما صرت معلم شايشون. واشتغلنا الحمد لله، سمعتنا جيدة بالبلد، سمعتي جيدة بالبلد كمهنة شايشون. وأخلاق الحمد لله رب. أنا من مواليد 1953، المفروض أنا أتقاعد عن العمل، عمري 66 سنة، المفروض أرتاح، لكن ما في باليد خيلة. طالما في شوي جهد عم نقدمه يعني سبيل ما نحتاج زيادة.